ارتفاع محسوس في عدد قضايا الخلع مقارنة بعدد قضايا الطلاق بالتراضي بالجزائر، بدا يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب والأبعاد في وقت ينتقد فيه البعض رفع القيود على هذا الإجراء، بينما يؤكد مختصون أن لجوء المرأة للخلع يبرره استحالة إثبات الأسباب التي تسمح لها بالاستفادة من حكم الطلاق. كل قضايا التطليق المطروحة على القضاء الجزائري هي غالبا قضايا لا تقبل، لأنها من القضايا التي تستلزم الإثباتات، والإثبات هو أن تكون هناك دلائل مادية قابلة للنقاش، وغالبا الأسر الجزائرية أو المشاكل لا توثق في الأسر، يعني ليس من السهل أننا نأتي بدلائل بين الأزواج. التعديل الذي طرأ على قانون الأسرة عام 2005 ألغى حق الرجل في الطعن والاستئناف في أحكام الطلاق والخلع. احنا قبل تعديل 2005 كان الخلع موجود، ولكن أيضا المشكلة على مستوى القضاء كان لا ينطق بالأحكام نتاع الخلع نظرا للنص القانوني الذي كان يستلزم موافقة الرجل. لكن اليوم الحق أصبح حق مستقل ومطلق للمرأة أنها تطلب الطلاق نتاعها بالخلع. وزير العدل بدوره يؤكد أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقا، في وقت يدعو فيه المختصين لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها. تراجعت بنسبة كبيرة جدا، والمسؤولية تاع الأبناء مسؤولية البيت إن صح التعبير، وهذه الثقافة أصبحت. لذلك كاين بعض الجمعيات الآن تنشط في قضية تأهيل الزواجي، تأهيل الأزواج، تحدد مسؤولية الزوجة ومسؤولية الزوج. فكثير من هذا الذي أصبحنا نلاحظه تخلي الآباء عن المسؤولية، وكأنه يلقى المسؤولية على الأم ويحملها كل صغيرة وكبيرة، وهذا أيضا جانب مهم جدا في كسبب كبير جدا في عملية الخلع. وبينما يطالب البعض بوضع إجراءات لتقييد الطلاق حماية للأسرة، تناهض حقوقيات من أجل كفالة حق المرأة في الخلع. لا شك أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لمجتمع سوي، ولكن لا يمكن أن تنتشل على حساب حرية المرأة في تحديد واختيار مع من تعيش. وفي كلتا الحالتين قد يكون هناك أطفال يفرضون على الجميع إعادة النظر في مفاهيم عديدة. من الجزائر سارة بانا اليوم.